السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم تحدي قوي جدا النهارده، الفراخ المحشيه. فراخ محشيه رز مش فريك بالخلطه. هتلاقوا طريقتها باذن الله في القناه الثانيه. التحدي ده انا يكسبه سهل جدا. انت المره اللي فاتت عملت لي 6 فرخات وكسبت، المره دي عامله لي 4، فاكيد هكسب بسهوله. هو جيب الشغل لاني مجهزه له التحدي ده عامله لي كمين ان انا لازم اكسب في المشمش طبعا كالعاده. في المشمش كالعاده. تنسوش تحط اللايك. التحدي على الفراخ والرز ولا الرز بره بتعدي؟ كله يا شيخ. انت قد الكلام ده؟ مش هتقدري. لا مالكش، هتخسري. ولسان عصفور من ضمن التحدي معانا، كل واحد طبق من لسان عصفور بوله، وانا لو قدامي 10 فرخات هاكلهم وهكسبه برضه. اشمعنى يعني؟ هتعرف اخر. انا بحب الفراخ المحشيه، اي حاجه محشيه بحبها. بسم الله. هنقول بسم الله. طبعا جايبه لنا الفراخ الكبيره وهي واخده فراخ اصغر شويه، بس لا مش مشكله. لا ضد بعض يعني، دي قد دي. ماشي مش مشكله. بسم الله الله اكبر. فرخه كيلو ونص صح؟ فرخه كيلو ونص. بس الله اكبر، وفاء ايه عاملاها لي؟ ايه مغريه مظبطاها لي فعلا. الله ينور. الله ينور عليك. بسم الله. بسم الله. الله الله. ما انت عايزاني كده ما اكسبش، عاملاها كده وعايزاني ما اكسبش. بسم الله. جميلة. لا انت قلل المدقه من ايدي بقى. ماشي هاكل من ايدي. تاكل وتشبع كده. هاكل واشبع؟ اه انا هاكل واشبع. فرختي انا جاي من الشغل تعبان والله. انا بقويك اهو. اصيله من سوق. تقدمني انت واكل دي منين؟ من ورق. كله تغذى تقدر نعمله فيك. شو تسوي؟ هتشوف. انا بقول لك لو 10 فرخات هكسبك فيهم برضه. يا رب يا اختي. عايز اوصل للرز. الرز كتير هتخسري. يلا بقى انت بنصيبك. تسلم الايادي. بس برضه هتتعب لو خسرتي. مش زعل. ماشي كله. تتزعلي من العقاب؟ مش عارفه انت متفائل ليه كده النهارده. يا بنتي تحدي سهل ده بالنسبه لي جدا. عرفت اخلص اول فرخه. نهبره من هنا. دي فراخ بلدي فعشان كده تلاقي ايه لحمها احمر شويه. ها لسان العصفور سخن قوي. طب بنتسلى مع صاحبتنا دي عبال ما لسان العصفور يبرد. اوه سخن. سخن قوي. عملها في الفرن؟ عشان القعبة اللي هنحطها في الفرن فينش حاجة عشان الأكل كان فوق. سلقها وبعد كده حطها في الفرن. شاطرة يا فوقة. كل كل اشبع. رز بالكبدة طعمها انت تاكل رقبة؟ لا بس الجناح باكله. سيرك في اختيار التحدي. لا 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 حلو حلو وجاي في وقته عشان جعان. حاسة بيك. الله ينور عليك. طول عمرك بتحس بيا دي حقيقة. دي مفيهاش حاجة، دي فاضية خالص. عاملة معاملة الحمام. بس الحشوة مديلة اللحم طعم. خليها دايبة. ممكن تيجي مناديل؟ مينفعش مناديل خالص انا مدهونة. لا خلاص. تعرف؟ لا خلاص. مدهونة نفسي مش قادر امسحها عشان اكسبك.
ما تعطلش. صح. الأولى. الأولى. فرخة برضو عملاقة. بس محمرة. فتبقى ايه؟ مغرية. تاكل. عايز اعرف انت بتفتحها ازاي كده بالنص كده. اوه. ايوة كده. فبتحب تفتحها الورقين كده ماسكين في بعض. صح؟ يا سيدي. يا دبوسك. فعلا البلد احلى كتير من الارض. اه مفيش مقارنه اصلا. الناس اللي ما بتحبش البلد لازم تجربها. هو اصلا حد ما بيحبش البلد دي؟ تعبت. انسحب. تعب لسه جاي ورا. اصبر. ما عرفت. بس الرز كتير فعلا. قلتلك طب عليه وعليك. عليه وعليك. عليه وعليك ازاي؟ نسيبه. انت اللي ماسكه التحدي. عليه وعليك. شروط التحدي معاك. اللي جوه الفرخة عشان طعمها حلو. التاني حلو برضك بس اللحمة مديله طعم اكتر. لابس المجبوك كبير وانا باكل. انتقل بسرعة. لسه ايه؟ وقف تخلص. انا تكسبني مش معقولة. مش مصدعني. هتعمليها ولا ايه؟ مسال بطاية. مسال عصفور. انزلوا تحت بسرعة. لو خسرت هتمرمط. ازاي؟ ما فاضل القفص بس الهيكل. اثبتني مش ممكن. يلا وقف اكل. تاكلش تاني. انا تعبت جدا. تعبت جدا وكسبت لي برضه. مش قادر. مش ممكن. ازاي؟ انت لسه البهدله جايه. انت كده ما اتبهدلتش. يلا بينا على العقاب. مش هتعاقب. مش هتعاقب. والله لا تتعاقب وهطلع عينيك. مش هتعاقب. انا هقول لك مخصوص عشان اكسبك. مش هتعاقب. والله لا تتعاقب. استنانا في العقاب. هتشوف. نشاهد. نشاهد. والله رايح اجيب حاجه. مش عايز اتعاقب. قول لي يا ابني مش عايز اتعاقب. خلاص انا رسوي. اه فاكر ايه انت عملت ايه؟ شلت الترابيزه ليه؟ شلت الترابيزه ليه؟ عشان انا خدت حريتي. هجيب اكياس. هجيب اكياس سوداء. اعرف مكانك. انا مش هتحرك. لا اسمع. انا عارف ان اخوتي سوداء. خليك تسمع كلام زمباوي قوي. زمباوي؟ خليك سوداء زمباوي. خلص. مش عايز. انا حلو واقف. استخدم معاك القوه. خلص بقى. انت مش هتيجي الا بالرد. انما القعده العادي كده مش هينفع معايا. ولا قبل ما ارددك الاول. ايه؟ بص انت هتربطيني؟ لا لا ربط. لا انا بقى هتسوي. بس ده واحده واحده. ده لسه. هتعملي ايه؟ ناخد ايه حاجه حاجه كده. هتعملي ايه؟ قلب نفسك. ازاي؟ قلب نفسك. اهو. قلب نفسك. كده؟ اقلب نفسي ازاي؟ انا قوم وانا اقلبك انا. انا اقلب نفسي. انا اقلب نفسي. انا اقلب نفسي. اقلب نفسي بفلوس. اه بفلوس. صح كده؟ بس انا مش فاهم لغه قوي يعني. اه يعني غضبان مسكين. قلب نفسك. عامل اللي في جيبك. لا كله لا. طب طلع لا كله لا. طلع انا اختار انا عايز ايه؟ خلص يلا. خلص.
ما تتغشميش. هستخدم معاك العنف. يا ما تتغشميش. احنا اللي يخسر يتعاقب وهو ساكت. واللي يكسب يعمل اللي هو عايزه. بس مش عايزين نلغي. عايزين نلغي الاتفاق ده. ماشي المرة الجاية. انما المرة دي خلص حقك. طيب. عايزة ايه؟ طلع للبيت. انت يا ست هفتح المحفظة وخدي اللي فيها كله. الراجل ده متعب وهيتعبني. لا خلاص خلاص خلاص. خلص. خلاص. هقلب نفسي. قولي يا ست. فاضية اهي. مش فاضية. فاضية. مش فاضية. خلاص. 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 والله لا بقولك وضع معلومة. طب خدي دي. طب خدي دي طيب. انا عارفة ان انت متعب. لو انت الفوزية جامد ليه كده؟ ما شو ما تعرفش تفك نفسك. بمش افك اصلا. انت متعب. هتشتويني؟ بص بقى. هيك صبر. انت مالك عنيفة ليه النهاردة؟ انت من عمرك رقيقة. شكلك نسيت اللي انت عملته امبارح. عملت ايه؟ انت ما كنت ذاكرة؟ مش فاكر. مش فاكر حاجة. خلص؟ وانا عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. انا كنت غلبان. نفسيتي كانت تعبانة. انت غلبان. اسود. غلبان. ما انا ممكن افك نفسي. ما تعاندنيش. سقفة للنبي. ما تفرهدنيش. طب دماغك فيها ايه؟ انا خايف منك. انت دماغك فيها ايه؟ والله ما اقول لك اللي في دماغي كده تاخدهم واحدة واحدة. هم مين؟ اللي انا محضرهم. ايه؟ بص مش هاخد وقت في الفك اخليهم لك 7 جنيه ولا كام؟ 7 جنيه ايه؟ 6 جنيه؟ 6 جنيه؟ لا اكتر. ماشي 8. ماشي هاتي بقى البتنات دي حطيها هنا. حطيها هنا البتنات. ماشي عايز تجيب التانية؟ ماشي حطيها هنا. 2 3 4 5 6 وانت هتاخد فلوس؟ لا استعبط لا افك نفسي. 7 8 هاتي وفاء الفلوس. بص بص استنى عشان تعرف ان انا كريمة. واحد دي كريمة ولا وفاء؟ 308 جنيه. 308 جنيه. طب في خير يا بابا. مشي نفسك بيه. وانا حلال عليا دول. ومش راجع لنا. ده أول حاجة. عشان بعد كده تحاول تبوظ لي حاجتي وتعمل اللي أنت عملته ده. انت متعب والله العظيم. انا نسيت. بالراحه. لا مش بالراحه. انت بتعافر ومتعب. طب ممكن اقعد عشان تعبت؟ اقعد عشان لسه التعب جاي. لا ما بت... خلاص بقى انت بتربطي تاني ليه؟ ليه؟ طب فكيتها هربطك اكتر. انت مش خدت اللي انت عايزاه؟ لا. هربطك ازاي؟ اقول لك على حاجه. بص انا داخل ايدك ما تفكني ما تفكني وانا اقعد ساكت. والله مقطع. والله ايدك لو خرجت انت حر هزود العقاب. حاضر. يا قعدت ساكت هتهدي اللعب. ده ايه؟ ايه؟ طبق. 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 في بيت فاسد والله العظيم بيت بايظ ما يسمحش للعب. كنت جايباه واتكسر في الطريق واتفشفش سبته شويه بره التلاجه لان طبعا مش هنستخدمه اتملى نمل. يعني بيت فاسد مليان نمل. لا انت هتستعبطي لا. لا. لا هتقوم هزق. كده لا. كده كتفك لا كده لا. انا ما بعملش معاك كده. بتعملي اكتر. انا بقعد اتعاقب وانا ساكته ما تفرهديش انا مش قادر. مش قادر. انا كان الشغل تعبان. لا. انت بتنسى؟ اربطه ازاي؟ تربطه ايه انا مربوط؟ لا ما انت بتقوم والله اربطك في الكرسي. لا ما تهزريش بقى. لا لا انت بتعقيم بجد. اربطك ازاي؟ جميل اسهل كده يا وفاء. انا حبيبك. يا رب. فاكر انت امبارح؟ فاكر انت لا خليك في اول امبارح سيبك من امبارح ده عارف لو قمت انتحرت. خدي بس احكي لك على حاجه. فاكره زمان لما كنت اتولدتي واقعد انضف لك الشقه واقعد فاكر انت امبارح؟ فاكره؟ انت بالنمل طيب؟ بالنمل فاكر امبارح عملت فيه ايه؟ لا 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 كده غلط. فاكر امبارح؟ كده غلط. لا كده غلط. كده انت بتزيط. بسيطة بسيطة. انت لسه شفت زيطة؟ الزيطة لسه جاية ورا. انت وحشة. عارف يا اختي مكانك انت حر. ما تفكش نفسك. كفاية. لا كفاية. هتعملي ايه؟
هتعملي ايه؟ لسه مشيتش غريب. لا ما تستهبطيش، انت واخده فلوس. سيبني انا بقول ان انا في داخلها عطلت فيا. مش كنت عرانه؟ قلت هويها لك. مش كنت حرانه وعايزه تفكي؟ لا لا الميه مش مفرقه وما تستعبطيش. بس يا ولد لا لا كفايه كده بقى. وحد امي ما اعرفش انت بتبقى غلبان وانت بتبقى وحد امي كفايه. والنبي الميه الساقعه، انا بكره الميه الساقعه والله. انت فخدتني، انت ما تقيل، انت فخدتني والله ما ادري اشيلها. والنبي الميه الساقعه هتعيني، الميه هتعيني، المايه هتعيين. لازم تاخد وش بعد البيت ده، لازم تاخد وش. لازم ندش ازاي؟ المايه مطلقه وربطنا والله العظيم، المايه مطلقه. تعودت الدنيا ده كده عقبك ما خلاص. انت عارف كمان ما هيحصل لك لما تعمل حاجه فين؟ كل اللي انا وصفته خلاص. انا مسامحك انت هتصدقني. انا مسامحك. كل اللي اتبهدل في الارض انت اللي هتصدقني. ازاي؟ مفيش فيه. مش كده بتشوف غاليين كده مرضيه. بس لما تنظف الحاجات دي. حاضر نظف نفسك واغسل لك سناني قبل ما تنام. حاضر والله العظيم حرام عليك، ده انا جوزك يعني. انا ما عملتش فيك كده. نعم انت خدت فلوس. عايزه ايه؟ مش انت حاجه بتفتري عليا تاني. وصل الفيديو ده 20,000 لايك عشان يعرف عقاب ولا عقابي. خدت حقي. حرام عليك. انا كده مرضيه. نبتدي صفحه جديده بقى من بكره. نبتدي صفحه جديده يا ستي. من بكره هتفتري هفتري. ماشي خلاص انا خلصت حقي كده. خلصنا عشان ما يقولش ان هو هيرد. لا انا خلصت حقي. انا اقدر ارد. انا ليه عين ارد؟ انا ليه عين؟ مش عين. يلا عشان ما يبردش كفايه. انت كفايه فرختين بجد والله. انا ما بصيتش عليك. انت لبست في العظمه حاجه؟ لا والله بامان. والله الكاميرا احنا تحدي شرف يا عم. قوم مستحمى يلا.